يستمر المعتوه أردوغان في إظهار نواياه الخبيثة للسيطرة على خيرات البلاد في مقابل دعمه ميليشيا السراج المتواطئة والعميلة بالمرتزقة والإرهابيين والسلاح والتي دخلت ترهونة والإصابعة وقصر بن غشير وصبراتة وصرمان وأعملوا فيها القتل والتدمير والسرقة، مما ترتب عليه تهجير سكانها، حيث أن تلك الجرائم كانت نتيجة الغزو التركي. أردوغان قال في مقابلة تلفزيونية أن القوات التركية دخلت إلى ترهونة والعديد من المطارات والمناطق الليبية وهي تحت سيطرة ميليشيا السراج، كما كشف نواياه الخبيثة بغزو الجفرة وسرت وعبر عن هدفه الأساسي وهو المناطق النفطية للاستحواذ عليها. أما الهدف فهو السيطرة على كامل محيط مدينة سيرت ومن ثم تحرير المدينة. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي هامة. آبار الغاز الطبيعي أيضا موجودة في هذه المناطق، لذلك هذه العمليات تقام بحساسية كبيرة بدقة فائقة. الرئيس الفعلي لإدارة المعركة في ليبيا ضد الجيش الوطني يظهر أمام العالم نيته في غزو البلاد ونهب مقدراتها باستخدام حكومة الصخيرات التي ما هي إلا أداة لتنفيذ مخطط أردوغان. مثل هذه التصريحات توضح أن ما تواجهه وحدات الجيش هو غزو تركي وليس مثل ما ادعت ميليشيا السراج بانتصارات زائفة. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.